بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لتصميم أو بداية، احنا لسه ما صممناش الرافت فاونديشنز، عايزين نعرف ايه هي أنواع الرافت فاونديشنز الموجودة حاليا. طبعا الأنواع بتاعت الرافت فاونديشنز كتيرة، يعني ممكن تكون الرافت فاونديشن عبارة عن حتة فلات سلاب بالشكل ديت، أو ممكن يكون فيها، لو تبص هنا القطاع بتاع الرافت بتاعي منتظم، لو القطاع بتاعي نزله او زودنا السمك تحت العمدان فبنسميها دي بليت سيكند اندر كولوم. يعني ايه بليت سيكند اندر كولوم؟ يعني تحت الكولوم بزود السمك شويه. وساعات بيبقى فيه عندي بحط كاني بحط فيه كمرات في الاتجاه ده والاتجاه دوت، فدي بيسموها ايه؟ وافل سلاب. وفي بعض البلاطات او بعض اللبشة بدل ما بزود السمك من تحت البلاطة، يعني ادي البلاطة والسمك زايد من تحت هنا، ادي البلاطة بس السمك تحت العمدان من فوق، دي بيسموها plate with pedestals. وفي من اقوى انواع برضك الرافت اللي انا اخلي الرافت بتاعتي مالها الحيطان بتاعة البيزمنت شغالة معايا مع الرافت، تبقى حاجة عاملة زي الفراندين كده. يعني انواع كتيره من الرافت فاونديشنز، في منها البلات سيكند اندر كولومز، في الريجيد فريم مات، في البايلد مات، ان انا بيبقى عندي في خوازيق موجوده تحت الرافت بتاعتي، وفي تو واي بيم اند سلاب، وفي البلات ويد ايه بيدستالز. طبعا بنقول ديبندنج اون سبورت كونديشن رافت ار بتتصنف لثلاث انواع، ده بناء على مين؟ على السبورت بتاعتها. في عندي رافت اون سويل مباشرة، في رافت اون بايلز يعني على الخوازيق، وفي بانسي رافت اللي هي الرافت بتاعت الطف. ده بالنسبة لحالة التثبيت. لو اتكلمنا عن الاستراكشر سيستم بتاع الرافت بتاعي، فعندي برضك ثلاث انواع، في البلين رافت اللي هي الرافت العادية اللي هي الفلات عادية، في رافتس ويز بيمز، في سلابس اند سيلولار رافت هافينج ريجيد ستراكشر ويز سلابس كولوم اند وولز. يعني في ثلاث انواع عندي بناء على الاستراكشر سيستم. بنقول الرافت سلاب اوف يونيفورم سيكنس ديت اشهر نوع من انواع الرافت اللي عندي. ليه؟ طبعا هي سهله جدا في التصميم وفي التنفيذ، والاعمده بتاعتي بتكون مالها تقيله برضك، سام تايمز بعض الحالات بحط البيدستالز ديت عشان التشيك بتاع البانش. This type of raft is selected when column spacing is uniform. لما الاقي uniform and fairly small and moderately loading، يعني متوسط، احمال متوسطة موجودة من الاعمدة. Raft with slabs and beams are، امتى بقى بعملها ديت؟ When they have to support heavy building. Heavy building خايف differential settlement، فببتدي اعمل الكمرات بتاعتي ديت عشان تقاوم differential settlement، وده بيبقى غالبا فين؟ في incompressibility ايه under mean underneath and the variation of loads on the raft. طيب this type of raft has obviously many difficulties، عندها صعوبة جدا. If the beam provided are deep، لو كانت deep، the ribs produce problems with a placement. If ribs are projected above raft slabs، the basement become useless، ما بقاش ليها لازمة. And whether an upper slab above inverted beams is provided to form a ground floor on the gaps between ribs are filled up. في الحالة دي بنعمل ايه؟ The entire foundation has to be lowered when ribs are placed below the raft slabs. The construction of beams needs excavation، محتاج حفر جامد. And after casting the gap remains around the beams have to be filled with produced disturbance in a soil mass and obviously impair bearing capacity of foundation's soil. وتخلي بالك برضك من الووتر بروفينج، لازم ابقى مراعيه وانا بنفذ نوع دوت من انواع الرافت. البانسي رافت او الرافت اللي هي خاصه بالطف از اولسو كولد، ساعات بيسموها كومبنسيتد فاونديشن، وير ويت اوف سويل ريبليسد باي بيسمنت مالها بالانس فول اور لارج اكستند اوف سبورت ستراكشر لودنج. سيلولار رافت ديسكاست اباف كان بي ديزايند بات كونسيدرينج بيرفورمانس ات بروديوس سيجنيفيكانت انسرتينلي اند كونستراكشن ديفيكولتيز از اولسو وورث مونيتورينج. طيب يبقى انا عندي الرافت اللي هي يونيفورم سلاب، ودي اللي هنشتغل بيها دلوقتي. مميزاتها طبعا بيتر ووتر بروفينج، ايزي فابريكيتد فور، يعني طبعا سهل جدا ان هي نبتدي نعمل
عزل للمية وسهل في التصنيع الحديد بتاعها، وان احنا نصب الخرسانة، وان احنا حتى في التصميم بتاعنا. و the usual practice is to support raft slowly in soil, but sometimes ممكن نحط مين بقى النوع الاخير اللي هو البايلز. يعني قلنا دائما اتفقنا ان ممكن الرافت بتاعتي تكون بترتكز على مين، على الخوازيق، ودي بتبقى في حالة التربة ضعيفة جدا ونبقى فيه هبوط، فانا ببتدي اطلع عدد الايه الخوازيق، لازم ان انا اطلع عدد الخوازيق عشان ابتدي اصممها، ودي خارجة عن نطاق الكورس بتاعنا. لو نبص كده الاشكال دي عبارة عن ايه، لو تبص دي two way beam and slab، يعني انا عندي هنا beams في الشكل دوت وفي السلاب دي ديت، في عندي الفلات بليت ويز بيدستال، قلنا البيدستال بتبقى موجودة منين، من فوق بالشكل اللي قدامك دوت، في بعض سيلولار مين كونستراكشن زي اللي هي الحاجات الخلوية اللي قدامك ديت برضك، دي بتزود الريجيديتي بتاعت مين، بتاعت السلاب بتاعتي، في بيزمنت وول دي الحوائط بتاعت البدروم بتاعتي بتشتغل كأنها ريجيد ايه فريم، يعني لو انت بتتكلم على الفلات بليت ادي بلاطة عادية، ودي اللي هناخدها في الكورس بتاعنا. في سيكنت اندر كولوم دي بتبقى تحت الكولوم فبنسميها ايه بليت ويز سيكنت اندر كولوم، لكن لو كانت فوق فبنسميها ايه بيدستالز، ودي برضك خارجة عن نطاقنا في هذا الكورس. في الوافل سلابس، الوافل سلاب اللي قدامنا ديت اللي هي بتبقى بالشكل ده، في تو واي بيم، يعني في بيم الناحية دي وبيم الناحية دي مع السلاب بتاعتنا اللي هي موجودة هنا. طبعا في بقى السلاب وز ايه بيزمنت وول از ا بارت اوف ذا مات، طبعا ديت بنعتبر ان الحوائط بتاعت البيزمنت جزء من اجزاء مين الرافت بتاعتي. وفي طبعا بقى البايلد اللي احنا اتفقنا عليه، طبعا ده يعتبر اقواهم، بس عايز تراعي فيه التصميم بتاع الخوازيق كويس جدا عشان اي خطا فيه ممكن ياثر او يعمل لي سيتلمنت، وبالذات بتبقى مباني عاليه جدا ممكن تبقى مايله الخوازيق، ممكن تبقى عدله، برضك ده خارج عن دراستنا في هذا الكورس. كده احنا خدنا الانواع بتاعه الرفت، نبتدي ناخد بقى طرق التصميم وازاي نصمم الرفت. شكرا.